عام على الفراغ في قصر بعبدة. هل الموقع الماروني واللبناني الأول في خطر؟ ماذا يقول الناس؟ هل يحملون المسؤولية للمقاطعين؟ هل يريدون تعديل الدستور؟ هل هم مع مؤتمر تأسيسي لتغيير النظام؟ وليد عبود يفتح ملف الرئاسة الضائعة مع مسؤولين وصحفيين ومواطنين مباشرة من وسط بيروت بموضوعية الأربعاء 9:30 مباشرة على الـ MTV. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم بموضوعية.